الحمد لله طبعا رب العالمين يعني فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى. يعني لازم نفضل نشكر ربنا سبحانه وتعالى الاول طبعا. مجهود اتعمل ثلاث سنين كفاح متهيألي، ثلاث سنين كل الناس كل واحد عارف دوره، ثلاث سنين ناس هؤلاء بلغة شغلنا جنود موجودة عشان خاطر نوصل للحلم ده، عشان نحقق حلم الجمهور. النهاردة طبعا أنا سعيد جدا باللي أنا سمعته من عضو مجلس إدارة نادي المريخ، طبعا حاجة تشرف أي حد، اللي هو في تكريم النادي الأهلي على هامش المؤتمر الفني، وهما بيكرموا النادي الأهلي وفي كلمته قال اللي احنا ما بنكرمش النادي الأهلي، النادي الأهلي ما شرفش الكرة المصرية بس، بل النادي الأهلي شرف الكرة العربية والأفريقية. طبعا دي حاجة منتهى الاعتزاز، لما يكون فريق منافس معاك هو اللي بيقول كده، وهو اللي بيتنافس، وهو بيتنافس معاك في نفس البطولة وبيتمنى لك التوفيق في البطولة كمان. هي دي الرياضة، هي دي الروح الرياضية، هو ده اللي احنا بنقوله عشان خاطر الرياضة تتقدم لازم يبقى في روح رياضية. طبعا انا بشكرهم جدا جدا، لفتة طيبة منهم ويشكر عليها، اللي هو بيكرمك في مباراة مهمة بالنسبة له. اتمنى ان شاء الله باذن الله، احنا طبعا احنا اتعاملنا معاه بالمثل، لان هي دي اخلاق النادي الاهلي برضو، احنا ردينا الدرع، وطبعا ان شاء الله باذن الله تبقى مباراة هنا. هو شكر على الاستقبال اكيد، واحنا رحبنا بيه لانه هو في بلده الثاني، طبعا السودان ومصر دي حاجة واحدة طول عمرها والتاريخ بيقول كده. ان شاء الله باذن الله لما نروح هناك احنا مطمنين على فرقتنا ومطمنين على بعثتنا. في الاخر هقول هي دي الرياضه، مكسب وخساره، اللي فايز بنقول له مبروك، اللي بيخسر بنقول له هارد لك، بيصلح من نفسه.